احسن شباب احسن شباب. ايوه ايوه عاش عاش. انا تعبت قوي النهارده يا كابتن. تعبت ايه يا عم؟ انت بقالك 3 دقايق بس تقول لي تعبت. استحملوا يا اخوانا، لازم نرفع راس فريق الموميا لفوق. طب وانت ليه ما بتتمرنش معانا يعني؟ يا ابني انا الكابتن، يا ابني انا الكابتن، هتمرن معاكوا ازاي؟ انت غبي؟ يلا انا اللي بدربكوا. احسن. يا كابتن انا حاسس ان فرهات، يا كابتن حاسس انها هخس. لا لا ما تقلقش، انت ما تقلقش على نفسك من خسسان خالص. عموما 5 دقايق راحت كفايه كده قوي يا اخوانا. كفايه كفايه، احنا في تقدم كبير. 5 دقايق بحالهم. يا المعسكر اللي انا عملته لكم بقالي يوم هنا اهو، قافلين على نفسنا في البازار، جاب نتيجه هايله. ها المهم يا جماعه، مش مهم اللياقه خالص، مش مهم اللياقه خالص، الاهم من اللياقه ايه بقى؟ حد يقول لي ايه؟ ايه الخطه؟ بصوا، هي دي الخطة اللي احنا هنلعب بيها مع فريق مخللات امبابة. فريق مخللات امبابة فريق حراق، لازم نبقى مركزين له، لازم تركزوا معايا يا اخوانا. عايزين نلعب بطريقة بقى جديدة خالص. الطريقة بتاعتنا دي هتبقى مختلفة، ولا ايه رأيكم؟ بس الخطة اللي بتيجي في التلفزيون يا كابتن بيبقى فيها لعيبة كتير وبشرية يا ريس. بشرية يا ريس، ده بيبقى الجمهور يا اهبل. احنا الدورة الرمضانية بيبقوا 4 تنفار بس، المهم دول 4 تنفار اللي هم بتوع فريق مخللات امبابة. الخطة بتاعتنا هتبقى بطريقة 4-2-4. 4 هيبقوا في الباكات. ومين الأربعة بتوع الباكات؟ احنا الأربعة يا غبي يا غبي، واثنين هيبقوا خط الوسط. مين بقى الاثنين خط الوسط؟ انت والواد رمزي عشان هتنفعوا في الوسط، ماشي. وفي 4 تانيين بقى تقريبا هيبقوا، اللهم صل على النبي، هيبقوا ايه قدام بقى في الهجوم. واحد هيبقى وينج رايت، واحد وينج ليفت، وواحد وينج جزر. وينج جزر؟ ايوه يا ابني، مش بنلعب مخللات، يبقى لازم في ليفت وفي جزر، دي معروفه قوي يعني. انا بجيب خطط مظبوطه يعني. كابتن دول امال ايه؟ خلاص يا جماعه عرفتوا الخطه؟ الخطه بقى هنلعب بيها ونهدف. واهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه روح الجماعه، سيبكم من الخطه، المهم روح الجماعه. اللي يجيله كوره يبعتها لي واقوم انا ساكعها في الجون على طول. صح دول. طب افرض بقى هم هجموا علينا، افرض يعني. لو هجموا علينا ولا يهمنا، نعمل لهم مصيدة التسلل. عارفين ايه هي مصيدة التسلل؟ لا لا دول اهي، ادي المصيدة. مش بنرين اما بنحط المصيدة للفار ونحط له فيها حتة جبنة يجي هو يطمع؟ ما احنا بنطمع الفار يجي متسلل بالليل، يخش عشان ياخد الجبنة ويجي قافله في وشه المصيدة. احنا هنعمل كده، هنيجي للفريق اللي قصادنا ونطمعهم فينا. يلا ازاي يا دول يعني؟ ايه ان نحسسهم ان احنا مش لعيبه ومش فارقه معانا يعني؟ عارف يعني ما نحسسهمش ان احنا عندنا ماتش اصلا يعني. طب هنلغي بعد في الماتش ازاي؟ السؤال ده سؤال تخين فعلا. بص يلا، احنا رنات بقى، كل واحد موبايله في شورته. انا مثلا عايز منك الكره هديك رنه، عايز ما تدينيش الكره ولا حاجه هديك رنتين. اتفقنا؟ طب وانا يا كابتن دوله؟ انا انت، ما احنا اتفقنا قبل كده. رمز انت الجون يا ابني، انت الجون يا كابتن. يا عم بقى انا كل شويه قاعد اقف جون، انا عايز بقى انزل كده وسط الملعب واحاور واخد كباري. تاخد كباري؟ هو ده طموحك يا ابني؟ الجون نص الفريق. انت ما بتشوفش الحضري بعد كل ماتش ما بيطلع بقى فوق العارضه ومعاه بطيخه ويقعدوا يقولوا له ارقص يا رمزي؟ ده يعني انا بديك امل لقدام. يلا صح. وبعدين انت عايز ايه من الماتش؟ انت خليك فوق العارضه من اول الماتش ومعاك البطيخه وعايش مع نفسك، واي حد يجي البذر بتاع البطيخ على طول. خلاص يا رجاله، اهم حاجه اللياقه، ولازم يبقى عندنا صحه، ولازم نبقى مركزين في الملعب. مفيش شاي، مفيش قهوة، مفيش أكل. إيه أكل؟ مفيش أكل. أيوه مفيش أكل، عشان تنزلوا تاكلوا بقى اللعيبة اللي قدامكم. ولازم يا جماعة تهتموا بصحتكم جدا. اتفقنا؟ اتفقنا يا كابتن. فريق الموميا يا يعيش، يا يعيش. يا تأخرنا جدا. ايه جهنم اللي ولع دي؟ اتفضل يا كابتن. ايه ده يا نهار اسود؟ ايه بوليس؟ بوليس ايه يا خالد؟ بوليس ايه؟ بص مين اللي جه؟ يا نهار ابيض، مين ده؟ ده محسن طريق صناعة. لا خبر ابيض. طب ايه القلق بقى ده يا كابتن دوله؟ معلش انا هصرف، انا هصرف. استمروا يا شباب، استمروا. احسن احسن. لا لا، انت كده ممكن يجي لك كلام من فوق. دخل جوه على طول. خلي معاك الشنطه. ماشي يا كابتن.
الكليات. عن اذنك يا ابو الكباتن. روح له. خير. ايه اللي جاب الجدع ده هنا؟ جدع مين؟ ده الكابتن محسن سيكا، انزه صفار التحكيم في الدورات الرمضانيه كلها. انزه؟ وايه اللي جاب انزه يعني هنا ده؟ بقول لك انزه صفار التحكيم، يعني هو اللي هيحكم الدوره الرمضانيه كلها. الله، مش انت طلبت مني حكم اجنبي بره الجيزه خالص؟ ده من الدويقه. يا نهار اسود. ما ينفعش تغيره؟ للاسف يا كابتن عادل، جيت متاخر، انا خلاص مضيت معاه. يا شويه بدليات. عن اذنك يا ابو الكباتن. روح. ايه المرمطه اللي انا فيها دي؟ تحت امرك يا كابتن. ايه المكان اللي انت جايبني فيه ده؟ اهاوي وقرف، انا راجل رياضي، اشم ريحه دخان شيشه وسجاير، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، فاتتني دي. تحب تقعد فين يا كابتن؟ تعال نروح اي قهوه تاني. اتفضل. وبعدين يلا يا رمزي، ده محسن ده هو اللي هيحكم. يا خبر ابيض، ده كده هيهرينا انذارات يا كابتن دوله. يا ريت تيجي بس على الانذارات، ده مش بعيد ان يطلع لنا الكارت الاحمر من قبل ما الماتش يبتدي. اه، وده باين من طقيته يا دوله. طب بقول لك ايه، ما تراضيه. اراضيه ازاي بس؟ ده ديب غويط، محدش يعرف يراضيه. بس مش اشكال، انا هتصرف، كله في سبيل الدوره والكاس الرمضاني. احسن شباب، احسن شباب، عاش عاش عاش. مات مات مات. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا محسن؟ عامل ايه؟ مش وقت بوس خالص. انت لسه برضو زعلان منا يا كابتن محسن؟ لا انا زعلان، انا بس مقلق من المكان. ايه مقلق من ايه؟ يقفلوا يعني ويعملوا حركه نقص معانا؟ لا يعني المكان شيك قوي، وبعدين مكيف ودورين وازاز في ميه، كباشتينه رايح وكباشتينه جاي، وعنطر قاعد 2 ميه معدنيه دلوقتي، و13% خدمه يجي لك على الشيك. كل ده ليه؟ لله والوطن. لا طبعا، يعني انا بس يعني عايز ارجع العلاقات زي ما كانت جميله بيننا انا وانت. طبعا يا محسن، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضل يا محسن. يا سلام، والله وحشني جدا. عايز ترجع العلاقات؟ ها، بالمقالب اللي عملتها فيا، بالمقاص اللي اديتهولي في جوازة اختك، خليتني العب على ارض الخصم والجمهور معاك. الخصم كده يا محسن؟ شايف يعني ان انا خصم؟ عموما احنا عايزين خلاص بقى ننسى اللي فات ونفكر بقى النهارده. انا جاي لك عشان تلعب ماتش ودي. لا، عايز اضمك لفريقي. نمضي العقد. طلباتك؟ نباصي لبعض، نخدم على بعض في الملعب. بص يا سيدي، ليك عليا هفضيلك الدفاع خالص، وانت حر بقى، انت والجون وانت وشطارتك. هو صد الكوره، انا ماليش دعوه يا عم. الجون انا عارف علته، ما بيعرفش يصد ارضي. طب زي ما انا بقى ريحتك يا معلم في الدفاع، لازم تريحني بقى ايه في التحكيم ببولت الايس كريم اللي انت لابسها دي. مبروك عليك الكاس. ازيك يا سناء؟ بقول لك ايه عادي، انا مش ناقصاك ومش فاضيالك، ورايا تصحيح كراريس، ما تضيعليش وقتي. لا ما فيش حاجه يعني، ان شاء الله مش هضيع لك وقتك. انا بس اصلي يعني قلقان ان انا اتكلم معاك، انت اصلك بتتنرفزي على طول. يعني شايفني ماسكه خرزانه؟ ما تخلص بقى، ما تاخدش اكتر من وقتك معايا. ماشي حاضر. و كنت عايز يعني اكلمك بخصوص محسن. محسن؟ وايه اللي جاب سيره اللي زي الطين في جايب سيرته ليه؟ بتنرفزني وخلاص يا عادل. لا من غير ما نرفزك، اصل انا في بيني وبينه شغل يعني، وانت عارفه طبعا الشغل اللي بيني وبينه ده مخليني ان انا ابقى تحت درسه، وممكن يرقشني في اي وقت، وخصوصا ان ده نابو ازرق. يعني صالحته عشان مصلحتك. يا سناء يا حبيبتي، ما انا مصلحتي هي مصلحتك، احنا مش اخوات ولا ايه؟ طلباتك يا عادل من الاخر. بص يا سناء، هو محسن هيجي بكره يتغدى معانا، فيا ريت يعني لو حصل منه كلمه كده ولا كلمه كده فوتي. ها، عيني يا عادل. تسلم ايدك يا طنط معادل، اكل 3%. بالهنا والشفا، بس مش انا اللي عاملاه، سناء اللي عاملاه. ايوه يا ماما، انا شبعت.
انا قايمه اريح شويه. بغمجيني بالراحه قايم قايم. هقوم بقى ايه عشان عندي حاجه اعملها بقى. ايه هتحضر الخطه بتاعت بكره ولا ايه؟ خطه العمل. ها ركز بالتاكس اللي انت لابسه فوق دماغك ده بكره. وانا كمان شبعت الحمد لله. طيب استاذن انا بقى. طب مش هتقعد تشرب الشاي احسن تقول علينا بخله؟ لا لا اعوذ بالله بخله ايه؟ لو مفيش تعب يعني انا ممكن اقعد اشرب الشاي عادي مفيش مشكله. تعب ايه ما انا فاضيه وانا بعمل حاجه انا قاعده فاضيه. طيب ما دام فاضيه بقى ما تفكك من موضوع الشاي ده ونقعد نلعب ماتش صغير كده مع بعض. نفسي يا محسن نلعب بس يعني اللياقه ما بقتش زي زمان. لياقه ايه؟ ده انت زي الفل ولياقتك زي الفل. يلا يا ستي نلعب ماتش. طب نلعب وعادل اخويا يحط الخطه. لا عادل مشغول بالخطه بتاعت بكره. خطه ايه؟ كل سنه وانت طيبه. بكره الدوره الرمضانيه وان شاء الله انا اللي هحكم الماتشات بتاعت عادل كلها. بس طبعا الدم ما يبقاش ميه وعيش وملح اهو. هقف جنبه هقف جنبه وهغير القانون لصفه عشان ياخد التصفيات ويبقى بطل الابطال بصفه نهائيه. ميرسي يا محسن. ده فريق ولا ميكروباص؟ وبعدين في فريق اسمه الموميا ده مات قبل ما يتولد. عموما يا سيدي الف مبروك عليك الماتش كده وصلت لدور الثمانية واللي جاي ان شاء الله سهل. ربنا يخليك الله يبارك فيك. بس برضو ايه كسحناهم ولا ايه؟ ايه الموميا هتفرح. ده لولاي انا كنت زمانكم مشموطين 9-1. ده غير الثلاثة بيلن اللي انا حسبتهم لك في النص الملعب. يا ابني ده انا كسبتكم وغيرت القانون عشان تكسبوا. ربنا يخليك. بس برضو احنا عملنا مجهود واحنا فريق جامد ولا ايه؟ الموميا اوعى تنسى اوعى. وانت في زهوة الانتصار والنصر يجب ان تعلم ان انا هتكت شرف صفارتي وغيرت القانون عشان تكسب. ربنا يخليك. بس المهم بقى تسد معانا لغاية دور الاربعه. انا معاك في دور الاربعه والثلاثه والاثنين لغاية النهائي. يا سلام ربنا يخليك. والموميا في كل حته عمال تجيب اجوان وزي ما راح الغمره هنروح من اللبنان. مش مصدقه نفسي يا محسن. معقوله عادل اخويا اللي كان واقف ضد جوازتنا بالمرصاد دلوقتي هو اللي بيجمع بيننا؟ مش معقول. انا عمري ما هنساله الجميل ده ابدا. هو جميل بس جميل مدفوع الاجر. طبعا اجر عادل اخويا عند ربنا كبير قوي. انت طيبه قوي يا سناء على فكره وده اللي مخليني متمسك بيكي. انت ما تعرفيش القعده دي مكلفاني قد ايه. كل ده عشان طلبت 2 ليمون؟ انت كده قاعده في مدرجات الدرجه الثالثه. اكشفي الملعب كويس. طب ما توضح الكلام يا محسن اكتر عشان افهم. اللي قدامك ده حكم مهزوم منكسر كسر رايته ورمى صفارته عشان سواد عيونك. انت هتكلمني بالالغاز ولا ايه؟ ما تلغيني بالصريح اكتر من كده. عادل اخوكي عشان يسيبنا نقعد القعده دي خلاني ابيع اعز ما املك. ايه؟ نزاهتي التحكيميه وحوصله للادوار النهائيه مع ان هو كبير ويطلع من الادوار التمهيديه. لا ضحيت يا محسن قوي قوي قوي. لا ولسه كمان حوصله للكاس وخليه يعلقه في النجفه عشان كل ما دماغه تخبط فيه يفتكر الجميل اللي انا عملته له. انا مش عارفه اشكركم انتوا الاتنين قد ايه على التعب اللي انتوا بتتعبوه عشاني وعلى جمايلكم عليا.
حبيبتي انا تحت امرك، انا اي خدمه بالنسبه لك يعني مفيش اي مشكله. هي دي الخطه زي ما انا قلت لكم كده، ده الفريق بتاعنا اللي بالاحمر وده الفريق بتاع جبنه قريش صفت اللبن، وده فريق صعب جدا عشان كده لازم ننفذ الخطه. ده انت يا كلبز اهو تمام، وده مين؟ انا وائل تيتي. ايوه تيتي صح. وده مين؟ انا وعوب النضاره اهو. ايه ده، طب انا مخرج لساني ليه دوله كده؟ مش اهبل يا ابني، اهبل لازم تطلع لساني. وده طبعا اللي هو اللي واضح الملامح ومعاك كوره ها طول الوقت، انا يعني انا الرابع بتاعك. السلام عليكم. أهلاً 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 كابتن محسن، الحمد لله على السلامة والله. ألف مبروك يا عم، ألف مبروك، أديك وصلت للنهائي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، أهلاً وسهلاً. اتفضل اتفضل. شربات يلا يا رمزي شربات. لا 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 شربات إيه؟ أمال يعني أما تاخد الكاس هتعمل إيه؟ لا ده أقل حاجة بقى أتبع عجل وأفرقه عن الناشئين. هتتبع عجل؟ ما تقلقش يا. طيب بمناسبة بقى قرب وصولك للنهائي، مش نخلص موضوعنا احنا؟ موضوع ايه قوي قوي تحت امرك، اتفضل طلباتك. اصلنا وسناء بقينا خلاص روحين في فانيلا واحدة. يا سلام، ومتمددين على بساط الريح كمان يا سيدي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ومش ناقصنا غير موافقتك. امسك بس الكاس في ايدي يا معلم، ولو بالليل عايز تكتب كتابك اكتبه على طول. خلاص يبقى معادنا بكرة في الوسعاية، ومع صفارة الحكم محسن سيكا سيشهد التاريخ ماتش حياتي مع نقنق ان شاء الله. ربنا يكرمك. معلش بقى كابتن سيكا، النهارده زي ما انت شايف كده عندنا تدريبات الاحماء يعني، فمش فاضيين حتى. يا عم احماء احماء، ما انا حكم، ما اتفرج على الاحماء. اتفرج معانا؟ اه. عارفين يا اولاد مين هيقعد النهارده يتفرج عليكم؟ مين يا كابتن؟ ما هو لسه قايل قدامكم، ده انتوا كلكم اغبياء. يا استاذ سر يا دول الخطط. سر ايه؟ ما هو هيشوف يا ابني، ده هو اللي بيحكم ولا ايه يا كابتن؟ يلا يلا بقى. هات يا رمزي، رمزي معاك. بص يا دولة بص. عايز ايه؟ بص بص. لا ما انا بأنن يا ابني، انا أنان. كابتن عادل. ايوه. بعد اذنك، الدورة الرمضانية اللي هتبدأ بكرة دي في كرة القدم مش في الباسكت. ايه ده؟ احنا لعبنا كذا ماتش، هو اللي احنا لعبناه ده كله كان كرة قدم؟